امبارح وانا بمر على زغليل الحمام ببص على اللي فقس واللي ما فقسش، ولو في زغلول كبير وزغلول صغير. كان هنا زغلولين كانوا بردانين وكان فيهم واحد صغير وواحد كبير، شلت الصغير نقلته مع الزغلولين التانيين دول. هنروح نشوفهم دلوقتي. دول التلات زغليل كنت خدت واحد حطيته عشان يبقوا تلاتة، لما لقيت دول هيبقوا في حجم واحد وسبت التاني لوحده اللي هو كبير. لكن النهاردة زي ما قلت لكم هنتابع برضو كل يوم مثلا الزغيل دي قول 10 ايام، لقيت فيهم اتنين اكلين كويس. انا مش عايز اكل يدوي، انا عايز اتبع عملية التبديل، اشيل الكبير احطه مع الكبير والصغير احطه مع الصغير. النهاردة لقيت ده صغير، طيب هنعمل ايه ونشوف التانيين. قبل ما نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه، عايزك تعمل لايك علشان القناة تكبر، القناة قناتكم، وعايز لايكات يا جماعة، القناة تكبر، اللي يشوف الفيديو لازم يعمل لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وحشونا عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. طيب هنبدأ على طول الفيديو. شوف حنية الحمامة، بسم الله ما شاء الله. الحمامة الزاجل، الحمام الزاجل يا جماعة حمام تحضين بالدرجة الأولى، غير ان هو حمام سبق، لا هو حمام تحضين بالدرجة الأولى، أحن حمامة في التحضين. مش هقول لك يمكن الحمام اللحم ساعات يكسر بيضه في المعارك بينه وبين الذكور، وساعات يموت زغليله برضه في المعارك، هي حنينة بس من كتر حنيتها ساعات بتكسر البيض. أما الحمامة الزاجل يعني ما بتعملش الشراسة دي، حنينة حنينة يعني ممكن تمد إيدك كده تحتها تاخد ولادها ما تضربكش. فأنا هعمل إيه بقى؟ آخد الصغير ده، أنا شايف ده مش آكل. لو شفنا كده الاتنين دول، دول اكلين متلبنين بسم الله ما شاء الله. شايف الحمامه جايه تحشني رغم ان اضاءه الفلاش جايه في وشها مخوفاها. بسم الله ما شاء الله، دول اخدين تلبين كويس، اللي مش واخد اللي هو ده. فانا هشوف هعمل ايه دلوقتي، هنتابع برضو الزغاليل ونشوف هنعمل ايه. هنرجع دول وناخد الصغير اللي فيهم ونمر على البيض اللي فائس، اخيرا نحط معاه الزغلول ده. طيب تعالى نشوف هنا ورا الابلكاشه دي، نشوف العش ده فيه ايه. ده كان المفروض الحصى بتاعه يفقس النهارده، تعالى نشوف كده. في قشره اهو، بسم الله ما شاء الله، ده حصوايه فقست. في واحده فقست والتانيه لا. طيب الزغلول اللي انا جبته اهو معايا، انا عايز الزغلول ياخد اللبه، حطيناهم جنب بعض كده قريبين من بعض جدا. مش مهم النوع، ممكن يكون فيهم واحد لاحم اللي هو ده لاحم اهو اللي معايا ده تحت الحمامه، حمامه لاحم، وده زغلول زاجل، ده من قارو اسود واضح ان هو زاجل، وده من قارو احمر اهو او وردي ده ان هو لاحم. تمام، يبقى هحط الاثنين مع بعض، وبرده هسيب البيضه، احتمال هي شكلها بايظه لكن هسيبها برده كمان يوم، مش عايز اكسرها لان انا دايما بنقل الحصى، منقل من مكان لمكان، ربما اكون انا حطيتها متاخر، انا مش فاكر صراحه، ما كتبتش عليها، المفروض اكتب عليها، لكن هحطها برضو ربما تفقس وبرضو ابقى انقلها زي ما نقلت دول. رجعها للاهالي، ولما تلاقي ان فيه حصى بيفقس مع بعضه بيسهل عليك جدا جدا. والقص ده كمان اهوت اللي احنا شفناه برضو امبارح، شرس بيضرب ازاي. برضو ينفعهم يتبدل معاهم، لكن دول يمكن كبروا شوية. بسم الله ما شاء الله، تأكيل أهاليهم يا جماعة، خلي بالنا عشان الأهالي ما تموتش الزغاليل والحصى. زي ما قلت لك اما تدخل تمسك البيض او الزغاليل تخش كده، ما تشيلهاش وتخرج كده، تخرجش بإيدك كده لانها تضرب او تكسر البيض او تموت الزغاليل، كده تخرج كده زي ما انا هعمل كده بالظبط، كده الضربة تيجي على ايدك انت كده بالشكل ده اهو، وترجع تاني تحط كده الزغاليل. خلاص خلاص، نشوف دي برضو كان تحتها 3 حصوات، شفناها طبعا في الفيديو اللي فات، هي لسه برضو واحدة بس هي اللي فاقسة. بسم الله ما شاء الله، متأكلة كويس جدا. لكن انا هشوف الحصويتين دول هما تقريبا متحضنين متأخر، هتابعهم اللي يفقس منهم انقله برضو، لان مش هينفع او انقل الكبيرة دي، لكن دول لو اتنقلوا محسن، لان طبعا هيكون اللبه خلص، اللبه الزغلول ده هياخده بعد كام يوم، الاكل هيبقى خشن، الاهالي هيعطوا اكل خشن، فلازم دول لما يفقسهم يتنقلوا تحت اهالي
بتاكل لبه جديد، تكون زغليل لسه فاقسه جديد يتنقلوا معاها يعني. هنا في الصفيحه دي برضو زغلول لوحده، بسم الله ما شاء الله، الاهالي مأكلينه كويس، ودول كمان بسم الله ما شاء الله كويسين اكلين، الاثنين تقريبا حجم واحد. ايه اللي انا بعمله بقى للزغليل اللي هي زي كده في العمر ده او اقل من العمر ده؟ في اليوم الثامن والتاسع والعاشر يا جماعه بعطيهم نص سنتي فلاجيل في الفم، مهم جدا الموضوع ده علشان ما يطلعش عندهم كنكر وتقول للزغليل حجمها ضعيف. بعد كده بعطي يومين نص قرص خميره، تمام، اللي هو في العمر اللي انت شايفه ده او من اليوم الثامن والتاسع والعاشر، او ما انتش عارف يبقى في الحجم ده. هنا برضو زغلول وزغلول، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الزغلول اللحم مع ان هم فاقسين في يوم واحد لكنه كان متحضن، ده زغلول لحم ومتحضنين تحت زاجل، اللحم فارق جدا بيبان قدامك اهو. وهنا زي ما شفنا الحصويتين دول، وهنا برضو بقى زغلول وزغلول، اصبح معانا هنا واحد صغير. شفت بقى المتابعه، واحد اكل والصغير مش واكل، ده نشوف له واحد من الاثنين، لازم نبدل واحد من الاثنين. هنشوف معانا لو لقينا برضو زغلول لوحده فرضاني يبقى نشيل واحد من دول، نشوف الموجود ايه المتاح، ايه نبدل تحته الزغلول من دول، يا اما ناخد الصغير او الكبير. ما احنا معانا ده، عندنا برضو هنا زغلول الفرداني لوحده اهو في المكان ده، ناخد الزغلول الصغير اللي هنا، يعني هيكون قريب منه في الحجم اهو، طلعوا يبقوا اتنين، تمام كده ان شاء الله. وبرضو نتابعهم بكرة، برضو لازم تتابع الموضوع ده، الزغليل ده ممكن بالتبديل دي ما تحتاجش انك تأكل يدوي، تشوف اللي مش اكل تبدله مثلا لحد زي ما قلنا لحد عمر 10 ايام، هتلاقي الزغليل استقرت. عندنا هنا برضو زغلولين نشوفهم، بسم الله ما شاء الله، يعني معقولين يمشي الحال. نشوف هنا الزغاليل دي ما شاء الله متجمعين، زغاليل وزغاليل الجيران، في هنا كان في هنا جوز زغاليل، وهنا كان في 3 زغاليل ما شاء الله متجمعين، ذكر اللحم بياكلهم مع بعض، اكلين كلهم بسم الله ما شاء الله، اكلين كويس جدا، اكلين كويس جدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. هنا كمان جوز الزغليل اللحم ده، ما شاء الله اكلين تمام تمام. دي المتابعة يا جماعة، دي متابعة الزغليل. هنا 3 زغاليل تحت القص اللحم ده، بسم الله ما شاء الله، طبعا مش بيضهم يا جماعة، ده انا محضن تحتهم كمان بيضة زيادة، وما فيش حمامة بتبيض 3، عشان ما حدش يقول لك حمامة عند بيضة 3 وبيضة 4 وتصدقوا، تمام. احنا بدلنا كده يا جماعة علشان ما حدش يقول لك ادهن من قرص زغلول عسل، تمام، يقول لك ادهن من قرص زغلول الصغير عسل الاهالي يوكلوه، لا ما فيش الكلام ده. التبديل ده بتعملها، لو ما فيش تبديل ممكن تأكل بالمبسم السيليكون وبالميكس بالزغاطة يعني. قبل ما اختم الفيديو بقول للناس اللي هي طلبت حمام لاحم او اللي طالبه حمام لاحم، والله يا جماعه انا بعت فضيت السلكات وبعمرها من جديد، بجيب الشبابات اللي هي في المكان الثاني بجوزها وبسكن في العيون دي، اول ما يتسكنوا مؤول عشان ما حدش ياخد مني حمام يطلع دكرين، حمام يطلع نتايتين، انا عايز اللي ياخد مني قص ياخده شغال فعلا، يكون شغال ويكون بيضه معمر كمان، يكون بيحصي الحصويتين ويكون البيض معمر. فانا بستناهم ان هم يحصم، اول ما يحصم الحصويتين اسيبهم كام يوم اكشف على البيض وبعد كده اعرضهم للبيع، اضمن ان هم بس بيحصم حصويتين ويكونوا الحصويتين معمرين كده. اكون خلصت موضوع فيديو النهارده، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.